وخطوات الشيطان في هذه الباب أو في هذا الباب من أخطر ما يكون. أنا أعرف طالب علم كان يدرس عندنا في كلية الشريعة، وكان متشددا جدا في معاملة أهل البدع، حتى أنه كان لا يسلم على أساتذته الذين يدرسونه ممن كانوا من الأخوان المسلمين قبل سنين طويلة. ثم سبحان الله جاءت عنده فكرة، يعني هذا في خير وهذا يعني عنده ذنوب وأنا آخذ خيره وأترك شره، فبدأ يذهب إلى أقوام ويقرأ في كتب أقوام، والله ما مر عليه زمن إلا وقد تغير الرجل تماما وأصبح يحمل على أهل السنة، وأن أهل السنة فيهم شدة وأن كذا وأن كذا، وأصبح يميل مع أهل الباطل. فالدنو من الباطل هلكة، ومن دنا من الباطل أوشك أن يقول به.